أهلا بكم مشاهدينا في اليوم 32 من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وتصعيد موسكو لهجماتها ضد المدن والمنشآت الحيوية. روسيا تقصف مجددا منشأة الأبحاث النووية في خاركيف، فيما أكدت أوكرانيا استحالة تقييم الأضرار بسبب استمرار القتال. وإلى لفيف، حيث دوت ثلاثة انفجارات متتالية في المدينة عقب غارة روسية سابقة استهدفت مستودعا للوقود. وفي ماريوبل، حيث اتهمت كييف موسكو بتشكيل واقع إنساني بديل في المدينة عبر ترحيل الأوكرانيين قسرا باتجاه أراضيها. كما واتهمت أوكرانيا الداخلية الأوكرانية القوات الروسية باستخدام الذخائر العنقودية المحظورة في هجومها على تونستيك. والآن نترككم مشاهدين مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية. Один только отхуячил вроде.